هذا كل شيء قالته معي. والله غريبة. أنا كمان حكيت مع غرام وصبحي لحتى أفهم منهم شو صاير. هن كمان الجماعة متفاجئين، مانن عارفانين حازم ليش هيك عصب ومشي وطلع بهالطريقة. حتى خايفين إنه يكونوا غلطانين معه شي غلطة. آه، أكيد لازم يكون في سبب. هلأ شو من كان السبب أنا مو فارق معي، المهم أعرف ليش ابني معصب وشو اللي خلاه يتضايق. بس باين أنه الموضوع جدي كتير، لازم نعمل جهدنا منشان نحل أي مشكلة بهدوء. اتركوا حازم هلأ، ما حدا يسأله شي. أنا عندي طريقة تخلي حازم يحكي لنا كل شي صار معه من طقطق للسلام عليكم. سماح، الله يرضى عليك يخليكي معنا. حاضر عمي على عيني.